السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الرود هذا يا إخوان مكسور في التب، ماله السيراميك اللي داخل في التب، فبنحاول نبدله. طبعا عندنا مصدر حرارة اللي هو الكبريت، الأفضل يكون ولاعة، بس أنا ما عندي الحين ولاعة زين. وعندنا التبات الجديدة نحاول ننسق بينهم. الحين عندنا اللي هو كبريت، انزين بنسخنه شوي، سخنه على الخفيف، ما يبغى له تسخين زايد، لان هذا رود، والرود غالبا يعني يذوب في الحرارة. زين بسم الله، هذا طلعنا القديم. زين الحين بنشوف شو انسب قياس القديم. اعتقد ان هذا انسب قياس، تشوفونه نفس القياس تقريبا، فبنجربه اول شيء قبل أن نحط الغراء عليه. يا سلام، فت في اصغر منه شوي، نشوف الاصغر منه شوي بعد فت. هنحاول يكون يعني فت 100%، ما يكون فت يعني 90% 50%، ما ينفع، لازم يكون فت 100%. انزين فهذا تقريبا فت 100%. انزين الحين الخطوة الثانية اللي هي بنحط فيها السوبر جلو، زين، وبنحطه على التب. بس هالخطوة لازم تكون وايد سريعة، لأن السوبر جلو مثل ما تعرفون إخواني بينشف بسرعة، وإذا ركبنا التب غلط بنضطر نسوي نفس الحركة، بنحرر الرأس اللي هو التب هذا، حرر مرة ثانية لين ما نفكه، ونفس نفس العملية. انزين خلينا نحط أول شيء سوبر جلو. انزين حطينا السوبر جلو ونقول بسم الله. ناخذ القياس مضبوط 100%، لان اي غلط بنتوهق فيه. الحين اخواني نضيف عليه شوي من برا، اوكي نضيف عليه شوي من برا عشان يعني يعطيه نوع من الفينيشينج، خله ينشف شوي. أضفنا عليه شوي، بنضيف بعد شوي، بنحرك عشان ما يتكتل في مكان واحد. ونتريع عليه شوي لين ينشف، ونفس العملية بنكررها مع كل تب خربان. الرود اللي بدلناه اخواني هذا كان اجلستيك GX2، هذه الموديلات الجديدة من الاجلستيك. بعد في عندنا رود ثاني يحتاج لتبديل للقايدات، القايد الامامي، بس هذا غالبا القايد دائما ينكسر في اغلب الرودات، فتخلي عندك مجموعة قايدات تركب. شوف هذا ما شاء الله فت على طول، ركب وروح، لا تشتري رود جديد ولا شيء. فتحط له بس سوبر جلو شوي ويمشي الأمور. في بعد مقاس أصغر، نجرب المقاس الأصغر. المقاس الأصغر هذا ما ضبط، أعتقد أن المقاس هذا مناسب، اعتقد ان المقاس هذا مناسب. ممتاز. زين نحط نفس العملية، نفس العملية اللي سويناها مسبقا، نحط شوية سوبر جلو داخل. نكون سريعين في التبديل.
نضيف له السوبر جلو as a finishing. نترياه لين ما ينشف.